أحلى أصدقاء، يسعد أوقاتكم من وين ما عم بتابعوني. الشباب قبل الفيديو بتمنى منكم رجاء خاص تعطونا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة اللي مو مشترك، أهلا وسهلا فيكم جميع. بدنا نتعلم أغنية اسمها خسران والله خسران، مقام بيات بيات الري. أنا مشرق المي والسي، عامل ناقص 2 ترانسبوس، إيقاع لف، السرعة 99. أول شي شباب بفوت بالأغنية، بفوت بموال أول شي. بعدين بفوت على نفس لحن الموال، أويلي زلوفة كل من يعوفك ترى والله يطلع خسران. بعدين بس يخلص الموال شباب بفوت بموسيقى صوت فريرة. هلق مع الإيقاع سرعة 99. الكلمات شباب اللي هلق عزفتها بدون صوت. بس يخلص كلمات شباب بفوت بموسيقى. هلق شباب بس خلص الكلمات ورد وراء البنات نفس اللحن، بفوت بحركة هيك، تلحقوا صوت ربابي. اوكي، اسمع الايقاع. شباب شفتوا كيف الاصوات عم بتقطش؟ لانه نحن بدنا ورك تاني، يا اما بدنا نكون قاسمين الكيبورد، وانا هالشغله صراحه ما بفهم فيها كيف اقسم الكيبورد. بس المهم شباب رح نلعبها بإيقاع أخف مشان تبين كيف الحركة. بعدين برجع بفوت نفس اللحن بس بصوت ربابي هيك. بعدين شباب برجع بفوت كلمات نفس اللحن. برجعوا بردوا لورا البنات خسران والله خسران نفس اللحن شباب. بعدين برجع بفوت بهذا الصوت الربابي.
بلحقوا صوت الفريرة. تمام شباب، بلحقوا صوت الفريرة، يعني هو لعب هيك، بلحقوا على الصوت. اوكي برجع شباب بحكي الكلمات نفس اللحن وبرجع البنات ورد ورا. بعدين شباب برجع بحكي خسران والله خسران، برجع نفس اللحن، بعدين برجع بفوت بصير يعتب بحكي يا بي يا بي وبتخلص الأغنية. ها هي كل شباب، إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسوا تعطونا لايك يا شباب، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لنا شو بدكم نعزف لكم. إن شاء الله ما منقسم مع حدا. تحياتي للجميع.